اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صبحكم ورد وفل وياسمين، عسلمتكم، مرحبا بيكم الناس كل صباح النشاط والحيوية. اليوم يا البنات حبيت هكا نشارككم الروتين هذايا، روتين محفز باش نبدلوا الدنيا دخل بعضها. شوفوا دبشي كل على برا، هذايا كنت نستعمله في السطح البرا، السرير وهك الجريري والحصيرة الكل هذوكم كانوا البرة الحصير ودخلتهم. كما تعرفوا الطقس بدا يتبدل، ديجا وريتكم سمعت، نزيد نوريكم كيفاش الدنيا بدات سحبت مصبت شويه مطر بلتانات وقيت، ما حالش وقيت قاعده البرة سيرتو معناتها البريود اللي فاتت نشكيكم بالخير مرضت شويه معناتها من تبديلة الطقس. قلت لا يزني توا نعمل قعيتي الداخل في الدار، مش في الدار في السطحيه، اما الداخل يعني المغطيه. تو تشوفوا الديكور الجديد، ديكور جديد باللي عندي معناتها. وهنا البنات هذا الكريم الاحمر تعرفوا سيب لي شيء ما هو شيء اللي تعرف، تو نوريكم شنو تو كي نبدا نكنس تشوفوه الحموريه اللي سايبه مانيش فاهمه مناش. هذه البنات عطتها لي ماما ياسر مزيان، انا نعلق فيها يعني تتعلق مع المنشر، تحطوا فيها الشكاكل يعني بتاع الصابون اللي تحطوا فيهم الحوايج، المهم اللي تعلقوا فيهم الحوايج ما لقيتش كلمه. وهنا باش نبدا نكنست باش نوريكم اللون اللي خرج لي في القعر وما هوش تراب، هذاك فما لمحله شويه غبره، اما اكل الحموريه اللي في الكليم ما فهمتش هو يسيب هكاكه ولا ما نعرفش كي غسلته وانا ما شاحش ولا شفتو اللون هذاك ولا هو بطبيعته يسيب حصيل. وشفت اللون بقيت لاني انا غسلت الكليم هذاك قبل، قلت لعل ما نعرفش انا خليته برشا في الشمس يمكن ولا هكاكه مانيش فاهمه. المهم عندي الفوتيه هذاك جبته خاطر كان في الدار، والدار كيما تعرفوها معناتها الصاله نتاعي ما هيش كبيره برشا، قلت خليني خرجوا باش توسع عليا شوي، وحطيته في البلايصه هذيك. تشوفوا من بعد كي نزينها البلايصه باش نحط له هكا كوسان والكل، عملت هكا قعيده مش صباحيه شتويه زينه برشا. تي الحصير وتي مول واحد قال لك تغيير السروج فيه راحه، على قد ما معناتها الواحد يبدا عامل هكا جو في الدار، وعلى قد ما تبدا الديكور هكا منظم ونظافه نظافه باهيه، يقول لك النظافه من الايمان والوسخ من الشيطان ينعلو يخزيه، ديما الواحد هكا يحب يعمل حاجات تفرهد له النفسيه، ومن بين الحاجات اللي تفرهد النفسيه هي بالحق تغيير الديكور. كي تعمل ديكور جديد في دارك راك تحس روحك عامل جو. توا البنات باش نبدا اول حاجه انا ملي بدنا هالوباء انا ننظف، يعني ما عندناش شكون يجي ينظف حاليا كما تعرفوا، مش كل مره يجينا حد، عندنا واحده ولكن عندها ظروف وكل، هاني انا اللي كاني انا بريس قاعده في البلاص، راهو ما فماش نساء غير انا في البلاص، فنقوم ننظف ونظافه ليا معناتها، خاطر فما شكون قالت لي علاش فات ما تتعاونوش والكل، ولا علاش مش كل واحده تنظف الطاقم نتاعها. مع الاسف كي قلت لكم البنات راهي وحده فعلا، وحده شيء كبير معناتها، تلقوني نحكي من نعمل الجو كان كي نبدا نكلم فيكم ونحل الفيديو، ساعات نبدا كوو تعبه والكل، نقول لا انا محتاجه باش نحكي مع العبيد، انا محتاجه باش نبدل شويه الجو، فكي نبدا نحكي معكم نحس روحي متونسه. اخيب حاجه في الدنيا هي الوحده بالحق. المهم ما بقاش نشكي عليكم الصباح وكل هي شويه موجات ايجابيه. هنا السطل هذاك راهو جديد يا البنات والماء فيه نظيف، بديت باش نمسح فيه من بعد، اما بديت نمسح في الحيوط الاول، حطيت المنديله هذيك عصرتها والكل لانه ماء نظيف وكل اول مره نستعمله، داير ما تعرفوا شي عندي السطل هذاك قبل، فمسحت الحديد نتاع الدروج، مسحت الفايونس، مسحت ونحط يدينا معناتها كل شيء هذاك لازم منه، ضريبه بالجافيل كله يتمسح، بالرغم انا ما تساعدنيش راهو الجافيل يعمل لي الحبوب في داير، داير بالحق في ساعه ما طلعت لي الحبوب، ولكن نظافه باهيه ولازم الواحد يعقم كما تعرفوا معناتها توا الوضع، من غير حتى قبل قلت لهم كنا نلعبوا في الغباب نلعبوا في التراب ناكل من الشجره من غير ما نغسل، وكانت امي تعمل لنا انا وبنت خالتي نهار كامل هما يعسوا علينا كيفاش ناكلوا، فكرة طماطم الذيب كان تعرفوها، كانت طماطم صغيره الحمر
لكم مش يصير لكم مش يصير لكم، ونحن الحمد لله ما صار شيء. اما تو ولينا من الهوان تندوا كما تقول جدتي يرحمها. المهم ربي بقي الستر على الناس اجمعين. هنا تو باش نبدا المسحان، انا راهو فما اخت يرحم والديها قالت لي فات ما عادش تكنسي، راهو يعني كي تكنسي الغبره مش باهية ترجع البدن والكل، قالوا راهي فيها مضار، ولكن الله غالب ما نجمش تعودت ما نصبش الماء الا من ناحيه التراب هذاك الكل، هكاك عاده في عندي نظام معناتها نكنس وبعدين نصب الماء وبعدين نجبد بالسلاتة وبعدين نمسح، هكاك طبيعتي. مثلا كان عندي غبرة أكيد نمسحها والكل. هنا البنات ما وريتكمش أما صدقوني تعرفوا وذايش صار له مرتيني تغسل اللي تمسح بعد ما حطيت الديكور، وكل نهار علي نهار اليوم نهار صعيب برش يمشي التي ويتنقب وانا معدي التي والبارتي الحيط السطح الاخر باش نصيقه، فصيقت السطح الاخر فك التي هذاك كي هو في الكلوار هذايا ومحطوط باش يسيب الماء. اش باش نحكيكم الماء يسكسك العشيه راه رصت لي كل نغسل فين عاود عاودت من اول جديد اللي عملته معاكم وكل عاودته من اول جديد. هذاك حال المراه اللي قاعده في الدار، ما تنجمش تقعد رايضه راهي المراه اللي قاعده في الدار، يكذب عليك يقول لك لا هاي مرتاحه وهاي لا 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 مستحيل باش تشوفي الراحه، ديما عندك طلعات. وانا بعد ما كملت هذايا في عوض نمشي نعمل قهوه ونقعد نحط قال الاخر التلفزه كتاب اللي هو نقعد ونرتاح، لا بعد الدوش وبعد ما بدلت حوايج لا طلعت هيا هيا نعمل السطح يا اخي هتعمل لي عمل فيا هو شانتي. المهم تعجبني البلايصه هذه البنات، نحس هكا بجو لانه البيبان نتاع السطوحات تتحل نبدا نشوف في منظر مزيان برشا نتاع السماء. وتوا البنات باش نحكيكم على العنوان، علاش معناتها قلت لكم يا اخي لبستي انا ماهيش محترمه ولا شنيه. المهم انا فما اخت زميله دخلت لها علقت عندها في الميساج في الكوم في الفيديو نتاعها عملت كومنتير، جتني اخت معناتها تحكي لي قالت لي مصابك تعمل هكا وعليش انتوما جماعه الروتينات لبسه مفصله تلبسوا دي كالسون تبدو بظهرين في بدوناتكم تبدو معناتها شو نقولوا نحن مطبسين يعني وانتم تعملوا في حاجة شنو انا باش نحكي على روحي داير انا مش برشا روتينات انت تنظيف وكل خاطر نعرف اللي فيها حركة يعني متنجميش انجي تبدي في لول انا بيدي نستغرب ونقول كيفية معناتها هو لكن كملت انا فيديوهات ما تنجمش انت تقصي فيديو كامل وانت تمسحي وانت تنظفي وانت تقضي واصلا كل واحد ومخه معناتها علاش تخمم كان انه واحد طبص يعني انا هز طاوله تحبوا نلوحها نوقف ونرميها يعني صحيح ربي يسترنا اجمعين والاحترام واجب وكذا اما ها انا تحت الجبه لابسه سروال اكثر من هكا يظهر لي ما فماش ولابسه بيدي وحتى كي كنت منيش لابسه الخمار عمري ما نلبس عاريه ولا نصف يد مش على خاطر حاجه خاطر انا في مخي اللي انا منيش جايه نستعرض في قوية معنى وانا نحترم الناس ونحترم روحي قبل كل شيء ورغم اني انا في العاده وفي الشارع وفي اهلي وفي مالي نلبس معناتها عادي نلبس نصف يد نلبس عادي ولكن اول نهار دخلت فيه وعملت فيه اول فيديو في اليوتيوب قررت انه باش نكون لابسه معناتها ايديا هكا كتروكر ما نجمش الحقيقه وقالت لي ايديكم تبدا ظاهره ايديا تبدا ظاهره سي نورمال انا ما نجمش نقضي والمريول يبدا هابط اللوطه ونمس في الجافيل ونمس في الامو معناتها وهنا مانيش متغشة منها راهو راني كي نحكيكم على حاجة راهو جست للتوضيح وبرا وباش نعطي معناتها كيما واحد تكلم انا عندي حق الرد فنحب نقول اللي راهي علاش واصلا انا ما نعملش برشا روتينات علاش خاطر الروتينات فيها برشا حركة يعني انت ما تنجميش تكوني تقضي في دارك وكل لقطة باش تقصيها ساعات انا حتى كي نقص نسها تتعدى اللقطه وكي نبدا ماتش ما نجمش نقص عليه خاطر تاخذ لي وقت ساعات نغطيها ساعات نعمل حاجه وباش نعطيكم حاجه البنات عرفوها مني والله العظيم انا عندي مده كبيره ما نتحكمش في التصاور متاعي يعني اللي يعطيه لي يوتيوب من تصاور هذيك هي اللي تحط انا ما نحطش تصويره كيما نحب انا عندي بلوك مانيش عارفه علاش ما نجمش نحط الا هو التصاور اللي يعطيهم لي هو يعني انا ما نجمش نحط تصويره كيما نحب انا في عنوان الفيديو هذه باش تعرفوها المعلومه قسما بالله العظيم
وانا ما نجمش مثلا نعمل حاجة، يعني نتصرف طبيعي مش كل دقيقة وانا باش نقول اه لا ايدي بانت ونحيه يعني استل سامحني انا باش نعصر استل باش نعصر استل سامحوني باش نعصر حشاكم حشا قدوركم اعزكم الله خيشة باش نعصرها هكا بالواقفة وهزتها، ما باش نتصرف عادي كيما الناس كلها تقضي كيما الناس كلها تنظر نحاولوا سفري فما حاجات ما هيش لا ولا ما كانش باش تقولي لي هاي لبستي انا واحده من الناس مانيش اعطوني البنات كان انا نهار لبست لكم سروال قصير معناتها بودي قصير والا نلبس ديما جبيب داير هذيك معناتها والله ندب معناتها اكلي كل يوم ساعات نقول يا اخي انا لهالدرجه معناتها شريت جبيب قاعده يعني دخلتهم في حياتي باش تولي معناتها نجم نقضي بهم ونجم نتحرك بهم على خاطر نقول معناتها فما ناس تفرج فيا. انا راني نحترم كل الاراء، خلينا هنا ونرجع للحديث. الجلسه هذه كما شفتوا الكوسان هذيك البنات هذيك ريدو خديته من الفريب وعملته كوسانات قماش وعملته قصيته وعملته ككم خديت وهاني وليت نحط فيهم عجبني فلوري وطالع ياسر مع الفايونس وحتى اللون ماشي مع الفوتر. وهذايا البيب اللي كنت نوريكم في الخاء معناتها السطح، يعني حتى كي نقعد مثلا نشد كتاب نعمل قهوه نقعد نقرا نشوف وجه ربي نشوف السماء وانا نموت على السماء نحب السماء برشا. هذوما هنا دخلتهم الكريسيات، اخت سالتني قالت لي يا اخي هما خفاف راه ما عندكمش فكره على الرزن اللي فيهم راهم رزان راه حديد رزين رزين. هذوما خذيتهم من ملاسين ب 120 هيك الكراسي والطاوله بالرخامه. هذه البنات الكنسترو هذايا انا ما نصور لكمش برشا معناتها الروتينات نتاع هاني غسلت صابون هاني عملت حاجات ولكن ما على فيش تشوفوها. هذه الكنسترو ديما نحط فيه الحوايج نطلعهم فيه وننشرهم والا كي نحي نحطهم فيه ونهبطهم حطيتهم غاديك وذوكم المساسك شكاكل نتاع الصابون. وهذه الشعبات الارتيفيسيال نسميها انا كانت محطوطه على الحيطه ذي نحيتها على خاطر توا قلت باش نعمل لهم دي بلونت هنا باش نحيها من غاديك دخلتهم رجعتك الديكور نتاع العيد كانت تذكروا هيك القله وهيك عجبني جو هذاك وخاصه انه الباب هذاك ما نحلوش خاطر الباب هذاك نتاع الاسانسور ما عندناش الحق باش يتحل ولا حاجه هو انا ديما مسكر وليت عملت فيها الكوان هذيك. هنا البنات عندي برشا باش هذيك الفرفورجي زاده هكا مزينه عندي لها فكره شوفوا لتوا لتعلق وهك نتاع لي بلونت اللي باش نزين بهم الحيط. وهذوما اللي قلت لكم عليهم باش ماهمش ما فيهمش كنديه فيها البصل باش نزرع فيهم حطيتهم من هنا باش نملاهم. علاش خاطر قلت باش تمشي الدنيا للمطار وتمشي الدنيا للبرد وكل حتى قاعد تصبح ماهيش محبذة. علاش خاطر كلاش جاش نهار سخون دخل حتى كرسي نقعد في الشميسه سينو هاني قاعدة لداخل نتدفق. وهنا البنات عنا في السطح شجر طالع وحده تشوفوه تقولوا رند محليه لونه ووراقه وتصور كي تكبر تولي مزيانة برش. خليناها من نحيناهاش. وهنا عندي الياسمين، الياسمينة فيها البنات برشة صفورية اللي عندها فكرة أنا خديت لها راهو السماد يعني والكل هك التراب هذاك قال لي الراجل راهو فيه معناتها منه فيه الدواء باش نعمل هولا. اذا عندكم اي فكره شنو اللي نحي لي هك الحرقه نتاع الورق واسكو هو من الصيف من السخانه والا معناتها هي مريضه. اذا هي من السخانه ان شاء الله يجي الشتاء والخضار والكل وتطلع لي هك ماذا بيا نزرب نحبها تطلع فيسع فيسع. وكان من كان عندكم فكره شنو هي تعمل لها يرحم والديكم بالمسبق ويكثر خيركم. المهم هنا هذاك كملت ليتاج الاول توا مشينا لليتاج الثاني كله معناتها باش نمشي معناتها مش ليتاج الثاني كل ليتاج ننظفو هكاك ديما نكنس وديما نهبط هكا. شفتوني البنات ما نجمش نحط الخيشه ولا نحط الماء ويبدا اكحل لازم يكون معناتها نظيف. وانا ما نكثرش صبان الماء في البلاص علاش خاطر نقول اللي يهلك البلاص لانه كما تعرفوا في تونس التهويه ما فماش برشا فما نتا محل ما عندناش ولكن يولي اذا باش نكثر الماء ديما ديما والحيوط ما تشيحش ما تضربهاش الشمس راهو نتاع الدروج هي راهي حكايه معناتها انا كيفاش نخمم انه معناتها الدروج كي باش يهبط فيه الماء راهو باش يشيح من غير بالنسمه مش باش يشيح بالشمس فنخاف نقول مع المده يتهلك يقشر يطيح الحاصل.
فانا هاني نفس الشيء، نفس اللي نعمله في الايتاج الاول نعمله في الايتاج الثاني، نعمله في الايتاج الثالث الرابع وهكذا دواليك. وسبحان الله يا البنات، ما عندكمش فكره على كيف البلاص سيرتو معناتها نحن بلاص كبير ينظاف وريحته تبدا فيه، وحنعمل هيك الفواح نقول انا، راهو نفسيتي تتبدل كومبليتمون. توا جيت للايتاج هذا شنو باش نعمل توا هنا؟ هذايا باش نمسحو الكل، هو الريتشوسي هذايا وين لاسانسور، وين باب لاسانسور، وين باب البراني، كله هكا هذاك الفايونس ولا الرخام ولا بارتير مش عارفة عليه شني، هذاك نتاع الحيط كله باش نمسحو. هذاك ديما يتمسح ونمسح المرة الأولى معناتها خاطر فيها برشا معناتها الممشى هذايا ندخلوا عليه ونخرجوا، ديما نعطيه مسحه وبعدين نصب الماء هكيك معناتها الغالب ما نجمش نعمل حاجه حشاكم اعزكم الله على الوسخ. نظامي هكيك مره الاولى نمسح ونحي منه وكل بقايا والكل، وبعدين نصب الماء بالمقلوب نعمل بعدين نصب الماء ونكمل مسحاني. تصوروا الخيشه حكيتها غسلتها كل لونها تبدل، مانيش عارفه من كثر الاستعمال داير، حتى انا لوحتها من بعد كملت بها ورميتها، يعني خذيت واحده جديده باش نعود نمسح به. اما طابت وخياني شبيكم معناتها، تصوروا انتم بلاص كامل نمسح به في نفس الخيشه هذيك، مش اول مره معناتها نستعملها، ولكن ها وينها نظفت لي الحقيقه وكملت الدروج وكملت شيره البيب حكيتها والكل. وتو نوريكم شوفوا هناك كيفاش طلعت الدنيا، وحتى الحيوط راهو خاطر تشد فيها الغبره والكل. هنا البنات صاي بلاص نظاف وليلق، اعطوني رايكم عاد قد ترويحتي ولا لا الحاسيل، وهكاني كل مره نعمل حويجه عييت تعبتي دايما رجعتني نشكيكم الخير. المهم كملت باللي نقدر، وهنا دخلت لاسانسور. لاسانسور ديما نخلي اخر حاجه باش نمسحو حتى هو، وباش الباب عاود تسكر عليا باش نمسحو، وباش نمسح البلاره نتاعو كله هذاك بالاجاكس. قعد يا لعبي تحلصك، نمسح كلها بالاجاكس وشويه معناتها هكا جافيل نمسح بيها كل لي بوتون هذوكم، نعصر الوحده خاطر ما يلزمش فيه برشا ما كيما تعرفوا فيه الضوء. هنا البنات تبرت عشاء خفلف، شديت العظم قلت كعبتين عظم الحصير، وبعدك تعب نتاع نهار كامل عشي للعشيه، ماني قلت لكم راهو رصت الانسايق حتى في العشيه. المهم جيتني قلت ايش باش نعمل، ايا باش نعمل، ما عنديش دجاج في الدار، ما عنديش معناتها حاجه مش مكنجله، وليت مشيت خديت شويه صدر سكالوب نتاع صدر الدجاج وعملت له فوحته شويه في الفلاك شويه ملح تحبوا زعتر تحبوا قليل، وغديك وقارص هنا، وغديك خليت الفلفل متاعي تقلاه، جبت قرينات فلفل قليتهم تبارة خفيفة وبنينة ما عندكمش حتى فكرة. هنا حطيت شوية دجاج يتشوى، ما عملت شوية عملت له زيت، انا ديما هكاكا دجاج ما خليش يشيح طول، شوية زيت شوية قرص نحطه نشويه، وبعدين نشوفوا المنظر متاعه يشهي ودكم ولا نشهيكم وان شاء الله قسمكم منه في الجنة. هذا هو الدجاج متاعي، وتوا باش نكمل معاكم بقية الوصفة متاع العشاء بعد ما قليت غديك الفلفل. هنا باش نشوف المنظر متاعو، هنا باش نحي الفلفل متاعو باش نحط شوية طماطم. الطماطم قولوا لي علاش ما حطيتش في صحن قصيتها وجبتها من التعب، نقليها نحاول ما نخليهاش تحرق، وباش نحي لها القشور متاعها ونبدا نسطر فيها هكا الفلفل والعظم والطماطم. تسطيرتي هذه والله يا البنات البن اللي فيها ما عندكمش، تزيدوها شويه ملح شويه زيت زيتونه اللي تحبوا معناتها انتم باش تفوحوا. وما فهمتش روحي كيفاش كليت من هذاك الكل، والله كليت ما شاء الله معناتها حصيل تبارك خفيفه ظريفه. هذه هي تبارت العشاء، ما صعبتهاش على روحي اللي جاي زازي، نودكم ونشاهيكم ان شاء الله قسمكم منها في الجنه. توا صديقاتي ما بقالي كان باش نقولكم في امان الله الناس الكل.